صراحة زوينة وسهلة، كتوجد بالزربة وكتعجب الوليدات. يلا خليكم معايا نشوفوا طريقة تحضيرها، طريقة سهلة وبسيطة. سلام البنات زوينات، كديري لاباس عليكم؟ بخير وعلى خير، كلشي بخير، اموركم وليداتكم صحيحتكم كلشي بخير. نتمنى اللي شاف هذا الفيديو تكون بخير وعلى خير، تكون صحيحة جيدة. هذه هي الفواكه اللي غادي نحتاج لها ثلاث سلطات تروي. نحتاج الفريز، التفاح، البنان، الليمون، ثلاثه خمسه الحقوق ديال الغيبي، يعني كتبقى القياس كيبقى على حسب العائله، يعني ماشي بشرط حتى ديري هذه الكميه كامله، تقدري ديري القياس اللي تبغي انت اللي عجبك. المهم انا درت حساب درت القياس زايد حيت كانوا عندي ضياف داكشي علاش درت القياس زايد. وانتم راه كديروا القياس اللي غادي يقدكم تديروه زعما صراحه. صافي دابا غادي نبداو باش نقادو الصلاة ديالنا. انا مبغيتش نقطع الفيديو، بغيتكم تشوفوا كلشي من الاول حتى الاخر. انا التفاح تقريبا كتير ديالو مغاديش نقي، غادي نقطعو كله قياس واحد بحال هكا. هذا نقي غير شي تفاحه وحده صافي، شي لاخر مغاديش نقي، ولكن راني غسلتو غسلتو مزيان، ولي كتبغي تنقيه نقي ماشي مشكل. غسلتو مزيان تقريبا، غسلتو بالما جوج مرات ولا ثلاثه، عاود رقدتو شويه ديال الخل وخليتو باش متبقى لنا حتى شي حاجه في انني نستعملو القشور ديالو. كنحاول اني ما نطولش عليكم فيديو، داكشي علاش هي هنا راني قطعت. دابا غادي نقطع شي حاجه غنقيها. انا استعملت الفواكه اللي كتستعملو، الفواكه اللي عندكم في هاد الصالات كتستعملو، تزيدو ضيفو حتى العنب مجفف، ولا عندكم حتى العنب طري حتى هو، ولا العنب مجفف ولا التمار ولا اللي عجبكم كتزيدو ضيفو. انا تندير فيها حتى التمار والعنب المجفف، ولكن ما موجودينش عندي ما درتهمش، حتى هما كنديرهم. انا هنا اكتفيت غير بالبنان والتفاح والليمون والفريز، يعني كلشي الفواكه غنحاول انني نقطعها نفس القياس، ما غاديش عندي شي حاجه كبيره شي حاجه صغيره، يجيو عندي نفس العبار بحال بحال. دابا بديت كنقطع في الفريز، وهو راه كيبقى تقطع كل وحده كيفاش كتبغى تقطع، كتخليها اكبر من هكا، كيتديرها رقم من هكا، كل واحد واشنا الاختيار كيرجع ليكم. تنهدي لكم هذوك الوريدات ديال الحبق، عزازين عليا يكونوا حتى في الكوزينه، ماشي ديال البلاستيك ديال بصح ما تيكرموش، كلها كنبدل لهم الماء كنسقيو، نديرهم لا في التراب لا بوالو، تبارك الله حضرين تيعجبني يبقاو حدايا في الكوزينة. صافي دابا غادي نبقى بحال هاكا نقطع حتى نكمل كلشي، نكملو التفاح البنان الليمون، نستغلو الليمون دابا راه موجود. صافي دابا غادي نبقى نقطع نقطع نكمل. هي كتبغي شويه ديال الخاطر ضروري، اي حاجه راه كنديرو كتبغي شويه ديال الخاطر، اللي ما كانش الخاطر ضروري. صافي دابا غادي نبقى معاكم حتى نكمل. صراحة هاد الديسير كيجي زوين، حتى الوليدات اللي متيبغيوش ياكلو لنا هاكا الفواكه ولا شي حاجة مكيبغيوش ياكلوها، نعطيكم والله إلا غادي ياكلوها ليكم. أنا هاكا الحاجة متيبغيوش ياكلوها ليا تندير ليهم بحال هاكا، وزيد أنا كتعجب حتى الكبار حتى هما، علاش لا، تعجب الكبار والصغار، الفواكه راه مفيدين للجسم ديالنا صراحة. فواكه ولا خضار مثلا، كتبقى مسألة اختيارية صافي. لي ملي كتعجبو شي فاكهة مبغاش يديرها يقدر ميديرهاش، راه ميديرش الليمون يكتفي غير بالبنان التفاح يديرو، ولي عندو الكيوي يقدر يديرو، حتى هو كيجي داك اللون الخضر كيجي زوين مع الحمار مع الصفر، تيجي واحد الميدر زوين وفي نفس الوقت راه صحي كيما، يعني المهم حنا عندي متوفر عندنا نقدرو نستعملو. الليمون تنحاول أن ننقي، كنحاول أن ننقي و نتقص
ممكن تقدم وما تخليش في ذكرى الخيوط ودك الأبعاد اللي يعني استعملتها لنا غير الليمون فليفر. شوف استعملنا لك الليمون فليفر هانتوما كل نص ما دايرة كتقسمين بسهولة يعني ما هذا شيء لكن هكا شيء غريب هذا نحيده صافي هذا نبدا نفرق فيه نفس يجي حتى هو نفس الأبعاد. انا اختاريت من الليمونات صغار باش يجي لك تقطع بحال بحال تجينيش وحده كبيره وحده صغيره كنحاول اني نديرهم بحال بحال صافي دابا غادي نبقى بحال هكا حتى نكمل الليمون اللي عندي حتى هو نقري هذاك الخيوط صافي نبقى نفتحو طريف طريف انتما شفتوا لكن الاعظم تيبان دائما الاعظم تيكونوا في الوسط ديال الليمون ما تيكونوش في الجنب داكشي علاش كنقسمها من الوسط قد قد مثال شويه الخاطر ضروري من شويه ديال الخاطر اي حاجه كنبغيو نديروها يكون عندنا شويه ديال الخاطر سبحان الله الحاجه اللي كديريها وكتكوني فرحانه انك تسيبيها وكتسيبيها بواحد الحنان وكتعطيها واحد شويه ديال الخاطر كتجي نيت كتجي زوينه واش ملاحظين هاد القضيه ولا لا انا بدا ملاحظه اي حاجه كنبغي نطيبها كنكون فرحانه انني نطيبها ونقادها بلا ما نكون باغي نصورها ما حتى شي حاجه سبحان الله تطلع زوين النهار اللي تكون ما بغاش ندير واحد الحاجه ومقلقه ولا خاسر عندي الجو ولا خاسر ليا الخاطر ما تطلعش زوين اي حاجه كتبغي تبغي شويه ديال الحنان كليش من الحالة ضروري اي حاجة كتبغي تتعاملي مع حتى الطياب حتى هو كتبغي تكون عندك الخاطر ويكون عندك تكون النفسية ديالك مرتاحة حتى هو كيبغي الحنان كيبغي شوية الحق يعني ابداع صراحة اي حاجة ابداع حتى الطبخ حتى هو ابداع كتكون الهواية يكون عالم آخر يعني كتكون الهواية ديالك أنا كيعجبني الهواية ديالي صراحة أنا كنحس بأعز حاجة عندي ما كتنقلقش منه ولا كنقلق منه ولا هوايتي كيعجبني وقت طول طولت عليكم الفيديو ندردش معكم شوية قبلوا عليا وسمحوا لي لشهيتكم صافي دابا نخلي هنا غير البنين غادي نقطع خلي هنا البنين هنا كملته صافي دابا نقطعت كل شيء نحاول انني نخلطهم واحد معلقه مزيان صافي دابا نخلطهم غادي نضيف هذاك الريبي السكر انا ضفت واحد جوج معالق ديال السنيده على حساب اللي ما تيكونش لي حامض واللي بغى ما يضيفوش ما يضيفوش صافي دابا غادي نبدا نضيف الرايبي اللي عندنا انا هنا درت خمسة ديال الحكوكة وانتوما تقدروا اللي درتو القياس ديالو القياس انتو غير جوج الناس انا بزاف داكشي علاش درت عائلة كبيرة داكشي علاش درت قياس كبير درت حساب الضعف انتوما اللي كانت عائلة عندكم صغيرة ماشي كبيرة تقدروا ديرو غير قياس جوج ديال غيبي ولا ثلاثة على حسب من هنا درت كمية كبيرة دابا غادي نبدا نخلط صافي دابا غادي نخلط مزيان مازال ليا واحد اخر غادي نزيدو من هنا راه مدرتاش لاصقة عندي عاقبة مدرتاش مخوفة في نفس الوقت كتجي زوينه وكتجي بنينه كياكلو منها حتى الوليدات وكتعجب حتى الكبار تاهما كتعجبهم علاش لا راكم عارفين الفوائد ديال الفواكه وكل واحد وكيفاش الطريقه ديالو اليوم بغيت نشارك معكم طريقتي البسيطه
سمحوا لي إذا طولت لكم الفيديو، ونتمنى اللي شاف الفيديو ديالي وما عمره شارك عندي في القناة، شارك عندي في القناة ويضغط على زر إعجاب ولا الاشتراك وما يبقاش عليا بشي تعليق. وشكرا لكاع الناس اللي عندي في القناة، شكرا ليهم بزاف بزاف على الدعم ديالي وعلى المساندة وعلى كل شيء، لأن الإنسان تيكتب لك شي كلمة زوينة تيرفع لك المعنويات ديالك صراحة. شكرا 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 بزاف بزاف، تقدر تشوفي الحق ديالهم. ودابا غندوز للطريقة ديال كيفاش غادي نقدمها، وتقدر انت يبقى اختياري اللي كيقدمها كيفاش عجبك. غندير انا هنا جايت شي ساعتين هكا في الثلاجة حتى كتبرد، وهذا غادي نقدمها وندوز معكم الطريقة ديال التقديم. طريقة سهلة وسهلة، وكتبقى التقديم تيبقى اختياري اللي كيفاش كيبغي يقدمها، يعني ما خصوش يكون زعما كاين اختياري صافي اللي يعني. البنات الزوينات كديري لاباس عليكم بخير وعلى خير. هذا هو الشكل النهائي ديال لاصالة الترويج ديالنا ديال اليوم، صراحة زين بزاف خفيف ظريف، نتمنى يعجبكم. قلت لكم تزيين تيبقى اختياري، يعني كل واحد كيدير على الذوق ديالو داكشي اللي كيعجبو. انا زينته هنا بشوية ديال الشوكولاتة ديال ميسيل في المارو وريقات ديال النعناع، طبيعة الحال عيني عاس من الجريدة ديالي، تيعجبني صراحة تيخمقني. نتمنى يعجبكم هاد لاصالة الترويج اللي شاركت معكم اليوم، ونتمنى انكم متبخلوش عليا بالتعاليق ديالكم زوينة. اللي شاف القناة ديالي لأول مرة اختي ولا خويا ما تبخلش عليا بلي لايك وبالدعم وواحد تفعيل جيل داك سميتو الجرس، سميتو هو الجرس ويلي، تفعيل الجرس الضغط عليه ودير لي اشتراك. ومرحبا بكم عندي في القناة، والله ما غنعاود هذا سميتو، غنخليه بحال هكا عاد دخل شوية، وتفعيل الجرس. ونتمنى انكم ما تبخلوش عليا بشي دعوة كبيرة بالرحمة للأم ديالي، ونتمنى يعجبكم الاقتراح ديالي ديال اليوم ديال الديسير الى فيديو اخر ان شاء الله.